اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى في هذا الجزء من الحوار. هنحاول ان نغوص، كلمه نغوص دي تقيله قوي، نتغلغل اصعب، نقرب اكتر من شخصيات الف ليله وليله من على مسرح المسرح القومي في وسط البلد. بكمل مع ضيوفي الاعزاء في محاوله للفهم استاذنا ودكتورنا يحيى الفخراني. الاول، انت بعد هذه السنين من 94 ل 2015 احساسك في التجربتين ايه يا دكتور يحيى؟ احساسك في التجربتين ايه اللي اختلف في العمر؟ ايه اللي اتغير جواك وانت بتؤدي؟ والله يعني هو الظروف 94 كانت مختلفة شوية، لان ده كان افتتاح مسرح الجمهورية وكان عايز يتعرض يوم واحد، فانا اللي رفضت، فقالوا اسبوع، فقعدنا 27 يوم بالعافية. أيوة. وما رضيتش اصورها الحقيقة عن عمد. ليه؟ لان حاسس ان دي خسارة انها ما تتصور وخلاص تتحرق. طبعا الزمن بقى لعب دور، اللي هو يعني ايه، ان انا بعمل عرض كده دلوقتي بالسن ده، ان دافعي من ضمن يعني في الاساس فعلا ان احنا ننور المسرح والناس يا رب يعجبها العرض، وده الحمد لله حصل. لكن انا كمان كنت عايز ابقى مبسوط يعني. يعني انا كمان عايز استمتع بوجود على خشبة المسرح، وعايز حاجة برضو لايت وكوميدي لان ده هيتنقل للمتفرج. لو انا مبسوط هيتنقل البهجه اللي جواك اللي بنحسها وحضرتك بتمثل دلوقتي، هي نفس البهجه ولا مختلفه؟ بهجه التمثيل، انت حققت كل حاجه يا استاذ يحيى، يعني طولت العمر ليك، بس حققت كنجم تلفزيوني وكنجم سينما كنت عظيم. شوف، هو يعني كل هي على فكره، في الاول وفي الاخر لازم، انا شخصيا ما بقدرش اعمل حاجه غير لو كنت حابب قوي يعني، ومقبل على العمل ومستمتع بيه يعني. فبرضه في اول مره كنت مستمتع جدا بيه، المره دي يمكن كمان اكتر على فكره. يعني انا كان برضه يعني، انا للاسف الشديد ما كنتش اعرف هبه ولا محمد محسن وفوجئت بيهم، لان مش انا اللي اكتشفتهم، مش انا اللي اكتشفتهم، بس حمدت ربنا جدا لانه يعني كان اختيار فعلا موفق جدا، موفق جدا جدا حقيقه. لدرجه ان هي اتعملت، كانت هتتعمل قبل كده بكام سنه وهربت من الموضوع خالص. ايام البالون؟ في ايام البالون طلبوني وتحمست جدا وقلت خلاص نعملها في البالون ماشي، بس ما كانش عاجبني المسرح كمان. لكن الاساس ان انا قلت لهم لازم انغاموا على الحجار، هم اللي يجوا يغنوا، لانه كانوا جايبين ولد وبنت جداد في البتاع دي، وما حسيتش الاصوات اللي هي تساوي كده. فهربت، حسيت بقى ان هم واخدين الحكايه ان هو ايه يعني، عايزين يصوروا الموضوع وخلاص، فهربت من التجربه. جيت المرة دي بقى اصريت ان لا، كل زي ما قال كده الاستاذ يوسف، كل معايير النجاح بايد ربنا، لكن على الاقل ما بيبقاش بايدنا احنا يعني. صحيح. فلازم الحاجات تتعمل صح. ايه اللي في العمل ده غير الابهار والمتعة؟ فلازم يبقى فيه ابهار ومتعة. بس. بدأ المسرح معاك وانت طالب في كلية الطب من سنة تانية. لما رحت ده لا، من اعدادي طب. اعدادي طب. اعداد الطب، اصل احنا ايامنا كان في حاجه اسمها اعداد الطب، دلوقتي لغوها. فكان في السنه التمهيديه اللي ما بتتعدش دي يعني. أيوة ست سنين. السنه السابعه دي اللي ما بتتحسبش. نبقى في كليه العلوم. ايوه. رحت تتفرج على مسرح، تشوف مسرح عشان تعملوا عليه عرض، شفت عبد الحليم حافظ. ده كان هنا في العرض ده. في المسرح ده. دخلت في الكواليس، كان الواحد عشان يدخل الكواليس يدخل من ورا الستيج ده. فلقيت عبد الحليم حافظ. انا كنت جاي عشان اجر المسرح، كان فعلا في تانية طب تقريبا بعد 3 سنين. فقلت له ممكن اوتوجراف؟ انا لا يمكن انسى، دي المره الاولى والاخيره اللي شفت فيها عبد الحليم حافظ. فرد فعله كان لطيف جدا، فقال لي معاك. طب معاك فين؟ امضي لك على ايه؟ قلم. ولا قلم ولا ورقه.
هو راح بصص لي كده، فانا حركت جدا، بقول طب اوتوجراف على ايه يعني؟ فلقاني الظهر ان انا احركت هنا، فقال طب دقيقه واحده، راح بعت اللي معاه قال له هات ورقه وقلم من جوه. والله العظيم فضل واقف معايا، هو اللي بعت جاب الورقه والقلم. ايوه بعت وجاب ورقه وقلم وراح ماضيه. شكرا جزيلا. فشوف يعني برضو الحاجات دي بتعلم. اه طبعا. ولا يمكن انسى حركه زي كده، ولا يمكن انا في يوم من الايام اقدر، يمكن ما اعرفش دي ولا دي، يمكن لما جربت التجربه دي عمري مهما كنت يعني، انا لو متضايق لدرجه ان انا هبقى مبوز في الشارع ما بنزلش. يعني عمري ما حركت. ما تقدرش ترد حد ولا تكسر بخاطر حد. بالظبط. يعني حتى هنا لو يعني طبعا كل، انا ما قدرتش اتصور مع كل الجمهور ده يعني، لان انا قعدت بره فروحت بعد العرض بساعتين. فبيبقى ايه بتوع الامن بقى يتحملوا مسؤوليه غلاستهم ان هم اللي شدوني بالعافيه على بره عشان ما تزعلش حد منك. فقال لهم طب دي طب انا هتصور مع ده بس وبتاع، لكن هم اللي يبقوا بايخين مش عارف. خلاص عشان اديني فقست نفسي. ايوه. عم لطفي انت بتجيب طاقه الامل منين او التفاؤل منين؟ يعني وانت جاي على خشبه المسرح كل يوم وانت متفائل بره، فاتح نشره الاخبار وسامع مين مات فين وفي حادثه فين ومين فجر ايه، ازاي بيبقى عندك طاقة من التفاؤل وانك قادر انك تيجي تقف على الخشبة دي وتضحك وتضحك وتروح وانت بتقول البلد ده هتبقى كويسة؟ انا هتكلم عن الطاقة، بس عايز اتكلم قبلها عن الدور اللي انا بعمله في الرواية دي. انا عملته من 21 سنة. تمام. 21 سنة كان بالكتير اللي يعرفني ولادي ومراتي بس. فا ايوه يعرفوك تشاش يعني كويس. فكان الدور صغير وقبلته انا ذاك وعملته وجينا نعيد هنا. فبصراحه يعني الدور صغير وانا عايز الناس اشبع من الناس والناس تشبع مني، فمفيش إمكانية خالص. هو ده النص. هو ده النص. إنما غيرت على دوري إن حد تاني يعمله في غيرة معينة، يبقى ده دورك محدش غيرك يعمله. ولو حد دخل أنت نفسك تتضايق، تبقى قاعد مترقب هيعمله إزاي، هيعمله شكل إيه. فده اللي بالنسبة لي خلق لي تحدي أن أواصل. وأنت لو تعرف كواليس الدكتور يحيى قد إيه جميلة، ونواصل الرحلة مع بعض كلنا، فده اللي شجعني وغيرتي على الدور. كويس. ده الجزء الأولين. الدافع بقى، أنا كل دور بعمله بعتبر أنه ربما تكون الفرصة التي لن تأتي ثانية. أي حاجة بعملها بالمواصفات دي. دي الفرصة الأخيرة. لا تاخدها لما تاخدها. لأن أصل إيه المانع؟ إيه المانع أنها تطلع في أبهى صورة؟ مفيش موانع غير حماسك، فالحماس هو اللي بيوصل لك إحساس الأمل والطاقة. والخشبة دي بتدي طاقة. صح. الخشبة بتدي طاقة فعلا. صح. اي حد يمكن انت تعلم تماما، اي حد عيان وتعبان في الكواليس ومرمي يدخل الخشبة هنا. خلاص. دعني احكي لك وقعة صغيرة. كنت بعمل مسرحية في مسرح السلام، الملك هو الملك. نعم. وكانت فايزة كمال الله يرحمها عملت عملية، وعملية كبيرة وخطيرة، وجت تتفرج ومعلقة اكياس وحاجات زي كده في الصالة، وكانت بتعمل دور وجابوا واحدة مكانها. انا خليتها تاني يوم تعرض، كانت جاية بالشكل ده وخليتها تاني يوم تعرض، تماثلت للشفاء سريعا
بسبب طاقة الإيجابية اللي في خشبة المسرح دي. ده حقيقي والكل يعلم هذا. الفن علاج. ايه؟ الفن علاج. فن مناعة. انا بقول لك اللي حصل. احنا بنوصل لغاية المسرح هنا، اللي هل كان اول ما رجليه تخش خشبة المسرح يتحول لواحد تاني. لا. وحش. صح. هكمل لك تجربة مع ست أمينة رزق الله يرحمها. الله يرحمها. فنانة عظيمة. كنت بعمل سعدوني المجنون. وسعدوني المجنون كان في مسرح الزمالك، قطاع خاص، كان إخراج شاكر عبد اللطيف. شاكر عبد اللطيف بالظبط، ولنين الرملي. وكانوا كان هي رواية سياسية كده، فكرتها عارف المخاخ المتحجرة. ففي واحد ناصر لدرجة ان هو مش عايز يصدق ان عبد الناصر مات يعني، فبيتجنن وانت عارف. المهم ايه، هم يعني تخيلوا ان العرض هيصدروا وزراء كتير ومش عارف حاجات كده، ففتحوا باب من عندي من اوضتنا المتعلق عشان لما يجوا الناس يبقى في صالون ملحق، وبعدين بدل ما يدخلوا من الكواليس يعني. فالست امينه بتيجي، وانا الست دي كنت بحبها قوي يعني، ودايما كنت بتفائل واحب قوي ان انا اشتغل معاها في اي شغل يعني. المهم جت في البروفات دايما بتدخل الكواليس على اوضتها عادي جدا. يوم الافتتاح لقيتها بتخبط على الباب ده، فتحت الباب قالت لي مش قادره تاخد نفسها، قالت لي يا ابني شدني اتفضلي يا ست امينه وبتاع، وهات كرسي. رحت على الكرسي، حسستني انها يعني هتموت في هتموت تتلحق يا ما تتلحقش. فانا قعدت بصيت لها كده، طب اجيب لك ايه؟ اجيب لك حاجه سخنه، حاجه مش عارف ايه. قالت لي عايز اروح. قلت لها حاضر، طيب تسندي عليا كده. ورحت ورجعت الاوضه، قلت لها يا رب لو مقدر ان الست امينه النهارده بلاش النهارده، يبقى يعني يوم يعني الافتتاح انا اللي موت امينه، خليها بس بكره، بس ما يبقاش الافتتاح يعني. دخلت المسرح، انا طبعا كلي مترقب. فدخلت هي طبعا كانت بتعمل امي في المسرح، فدخلت المسرح بتتكلم، لقيت الميكروفون فيه خرفشه كده، وانت راحت ماسكه الميكروفون رميها في الكواليس وبصوتها بقى تا 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 تا. طبعا انا فضلت بس كده، كل الكلام اللي عندي راح. قاعد بتفرغ بشوف الطاقة. بس هو مش بس المسرح على فكرة، التمثيل، لأن هو لا المسرح تحديدا لا هقول لك حاجة لا المسرح مع تحديدا هو التمثيل عموما فيه برضو الحتة دي شوية يعني، اللي تقدر تعمله وانت بتمثل ممكن ما تعملوش في حياتك. وينفع نقول انه اي حاجه بتحبها واتواجدت فيها هتديك طاقه؟ لو انا دكتور وجراح وحاسس ان انا تعبان جدا وقدامي عمليه حاجه الطاقه دي، انا ببقى طالع على الهواء مش قادر امسك نفسي وما اعرفش بجيبها منين القوه وبنهار بعديها، ببقى مش قادر اقف يعني بالزبط. فهي واضح ان اللي بتحبه صح بتديه، بياخد الطاقه، حياه وهيديك قوه وهيديك مناعه. محمد محسن، انت شاب صوت جميل، ولكن في وقت من الاوقات انت صوت التمرد، صوت الامل عند جيل كتير. كان ممكن تقع زي ناس وقعت، وكان ممكن تحبط. فكره التحدي باللي انت بتعمله، التحدي بالتمثيل والتحدي بالغنى، انك تكون موجود، انك تنجح، انك تغير من جوه وانت واقف مش وانت منزوي او محبط او هربان، بتعملها ازاي؟ بتشوفها ازاي؟ انا بشوفها طول الوقت ان انا بيبقى جوايا يعني طول الوقت انا متصالح جدا مع نفسي، ما بقدمش اي حاجه غير لما اكون انا حاسس بيها فعلا. ده في اي حاجه بعملها في حياتي، اي حاجه بحسها واكون مؤمن بيها، هو ده اللي انا بقدمه بشكل مباشر جدا يعني. فمن اول ما بدات غنى وفي كل الخطوات اللي انا خدتها في حياتي كنت دايما بحسبها يعني، ما بحطش ايدي في حاجه غير لما بحس انه انا فعلا هضيف حاجه ما حدش قبلي عملها، او انه انا يعني الناس لما تيجي تحضر مثلا العرض او لما تيجي تسمع صوتي مثلا في حفله او كذا، احس ان انا بعمل حاجه يعني بضيف، مش مجرد ان انا اكون نسخه زي نسخ كتير موجوده. احب ان انا اكون طول الوقت مختلف
وبقدم الحاجه اللي انا يعني اللي انا فعلا بحس فيها، بحس بيها وبحس فيها يعني. ما اقدمش اي تنازلات خالص، انا ما اتعودتش في حياتي ان انا اقدم اي نوع من انواع التنازل في اي حاجه خالص، سواء في حياتي الشخصيه او سواء في الفن اللي انا اخترته بارادتي الحره. يعني انا درستي هندسه، انا درست هندسه بس بارادتي الحره، لان دي الحاجه اللي انا فعلا عايش علشانها، واللي هي كل ما املكه هو صوتي وفني، فاخترته بارادتي الحره. وعلى وبعد كده انا مسؤول عن ده، انا مسؤول عن قراري، وبالتالي كل اللي انا بقدمه عمري ما اندم عليه. زي ما قلت يعني في بدايه كلامي، ان انا كل يوم بصحى من النوم ببقى جاي عشان اشوف هبه واشوف دكتور يحيى واشوف أصول، لان احنا كلنا مشاركين في عمل واحد، بنقدم فن بيمتع الجمهور، بنقدم حاجه هي فعلا اللي بتعيش مئات السنين. يعني اذا كان في مثلا زي ما كان دكتور اسامه بيتكلم عن موضوع انه مصر بتنتج ايه، مصر بتنتج فن من اول الاهرامات، ما ده فن لغايه دلوقتي، يعني على مر يعني 7000 سنه اللي فاتوا دول، الحاجات اللي هي عايشه هو الفن. فاذا ربنا اداني موهبه والناس امنت بيها والناس حست بيها والناس شجعتني ووقفت جنبي والحاجات دي كلها، فلازم اكون على قدر المسؤوليه وعلى قدر الصوت اللي ربنا وهبهولي، انه ما غنيش اي حاجه يكون فيها ارجع اندم عليها بعد كده، او اغني حاجه لمجرد بس الشهره او المال او غيره. يعني ان انا طول الوقت، يمكن زي ما حضرتك بدات فكره التمرد والامل، يعني انا عايز احكي حدوته. يعني انا مثلا، انا زي ما قلت انا درست هندسه، بس احنا طول الوقت واحنا في الجامعه واحنا كطلبه احنا حاسين انه في حاجه غلط بتحصل في البلد، احنا مش هي دي مصر اللي احنا عايزين نشوفها. يمكن زي ما اساتذه كتير اتكلموا، قالوا انه في تجريف بيحصل للشخصيه المصريه، قالوا انه في الفن المصري ما بقاش بيلمع، ما بقاش ليه بريق زي ما احنا كنا بنشوفه في السنين اللي فاتت دي كلها. فلقيت نفسي زي اي شاب، يعني في مظاهرات نزلت علشان نقول مش مجرد بس ان الشعب يريد اسقاط النظام، ولكن نعيش وحريه وعداله اجتماعيه، وعايزين نشوف البلد احسن، وعندنا افكار حتى لو ما كانش في خطه، حتى اذا الثوره نجحت او فشلت. انا نزلت في الشوارع زي ملايين الشباب اللي نزلوا، وفجاه في 3-4 انت صوتك حلو، احنا سمعناك قبل كده كذا، اطلع غني بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. فالناس كلها فجاه لقيت نفسي بغني وباصص، زي مثلا احنا واقفين هنا في المسرح وبنغني، وعيننا بتكون في عينين مثلا 500 او 600 شخص اللي بيجي يحضروا في المسرح، انا كان عيني في عيون 2-3 مليون. وانا بكلمك دلوقتي وانا بترعش، لان دي من اصدق وانبل لحظات حياتي، بالظبط نفسها زي اللحظات اللي انا بعيشها في المسرح. ليه؟ لان لما باجي بقف على خشبه المسرح زي ما دكتور يحيى اتكلم والاستاذ لطفي، ده فعلا علاج، لان هو الحاجه الصادقه اللي انت بتعملها، الحاجه اللي انت يعني بتبقى روحك هنا كده. ويعني طيب، زي ما كان الاستاذ يوسف بيتكلم على هبه ان هي فراشه، فهي فعلا فكره انه يعني روحها فعلا بتبقى طايره على المسرح. دكتور يحيى نفس الكلام، بشخصيته بكاريزمته، استاذ لطفي بخفه دمه بطيبته، فكلنا بنكمل بعض. وانا في ميدان التحرير، يعني لو رجع بيا الزمن تاني هشارك في الموضوع ده مره واثنين وعشرة، لانه انا لما بصيت في عيون الناس ولقيت نفسي بغني بلادي بلادي، لانه ده الموضوع بكل بساطه، دي الاغنيه الوحيده اللي كل الناس دي هتبقى حافظاها. يعني انا ممكن اغني اغنيه من اغانيه الخاصه، ممكن اغني لسيد درويش حاجات تانية، ممكن اغني للشيخ امام، ممكن اغني لاي حد، بس النشيد الوطني هو الناس دي كلها حافظاه، فكلهم كانوا بيغنوا معايا. فانا حسيت ان انا ده كانت شهاده ميلادي، ان انا بغني، اذا اعتبرنا ان كل واحد من الملايين دي من قريه او من نجع او من بلد مختلفه من شمال لجنوب مصر، فانا بيني وبين نفسي من غير ما حد يديني شهاده ميلاد او يديني ختم زي ما بيقولوا، دي شهاده ميلادي اللي انا اديتها لنفسي. ومن يومها قررت انه ده المجال اللي انا بشتغل فيه، اللي انا بحبه، اللي انا اكون مخلص له طول الوقت، انه طول الوقت الحاجه اللي هتطلع من بقي، الحاجه اللي هتطلع من صدري، الكلام ده كله في الغنى بتاعي طول الوقت لازم يكون لي مضمون، ليه هدف. وانا بالنسبه لي، عشان ما اطولش في الكلام، يعني انا بالنسبه لي الفن متعه ورساله، اتنين مع بعض، اذا الاتنين تواجدوا مع بعض يبقى دي حاجه من اعظم الحاجات اللي بتحصل في التاريخ. يعني ما بتكلمش على نفسي، بتكلم على اي حد، اي فنان ايا كان. يعني دكتور يحيى اهم ما يميزه ان هو مش مجرد بيمتع الناس، على اختلاف الاعمال اللي هو قدمها، كل عمل بيبقى ليه رساله مختلفه عن اللي قبله. استاذ لطفي عنده رسالة، يعني بيمتع الناس، بس في نفس الوقت انه ممكن يكون في ناس، حد جاي من البيت عنده مشكلة، متضايق كذا، هيمشي من هنا مجرد بس ان هو بيضحك او بيبتسم، دي حاجة بالنسبة له هو عمل كبير، اهم بكتير من
من شغل المهندسين والدكاترة وكذا. أنا مش بقول مش بقلل منهم، بس هو فعلا الفن الفن الفن، لازم نرجع نهتم بالفن. وفي المدارس عايز أحكي حدوتة صغيرة في آخر كلامي. لما أنا كنت في ثانوي، أنا كنت في مدرسة عادية جدا اسمها مدرسة إسماعيل الأباني الثانوية بنين. إسماعيل الأباني ده كان وزير المعارف في فترة من الفترات. ده اسمه الثلاثي. اسمه الثلاثي؟ أدور لك عليه وأقول لك عليه بكرة، ما تقلقش. فالمدرسة دي كان فيها مسرح عظيم جدا، هو كان قصر قديم زي ما موجود في مدارس كتير يعني. المدرسة دي كان فيها مسرح يعني عظيم، مسرح رائع جدا. وعلى ما أتذكر إنه كل مرة أبقى عايز أدخل أشوف المسرح ده بيحصل فيه إيه، كل اللي بيجي في ذهني دلوقتي إنه المسرح بشكله الباب بتاعه بالجنزير اللي موجود عليه ممنوع أي حد يدخل. ولما فتحوا المسرح علشان وزير التربية والتعليم كان جاي يزور المدرسة، أنا كنت موجود لما فتحوه عشان يدخلوا ينظفوا كذا، التراب موجود على الكراسي وموجود على كذا. مش هي دي الحاجة اللي إحنا المفروض نكون شايفينها؟ ونفس الكلام بينطبق على الفصل أو المكان بتاع اللي بيبقى فيه الآلات الموسيقية. كان حصة الموسيقى بالنسبة لنا بننزل نلعب كرة في حوش المدرسة، مفيش حاجة اسمها إن إحنا نروح نتعلم مزيكا أو إن إحنا نروح نتعلم رسم أو كذا. يعني الفنون نفسها وكأنه الموضوع مش صدفة، وكأنه الموضوع مقصود، لأنه قعد فترة طويلة جدا. فأنا شايف، أنا يعني يكفيني فخرا إن أنا موجود على خشبة مسرح عريق زي المسرح القومي، يعني جنب فنانين كبار. وأنا كمان بصراحة بضم صوتي يعني دي حاجة أنا يعني بعد ما تعدي سنين طويلة جدا أحس إنه أنا فعلا قدمت خدمة لبلدي، بالظبط زي كل الجنود اللي بيقف على الحدود وبيحموا البلد. أنا شايف إن أنا بقدم خدمة لبلدي، وده اللي بيخليني أجي في مواعيدي واجي وانا مبسوط. وده اللي يخليني ان لما الاستاذ يوسف يقول لي انت هتقعد تعرض سنه ولا سنتين ولا ثلاثه، ما انا عندي شغل خاص، عندي البومي اللي انا بشتغل عليه وعندي كذا بفكر فيه طبعا كل يوم، بس ما بهتمش ابدا المسرحيه هتخلص امتى ولا هنعرض قد ايه، لان انا شايف ان احنا بنعمل عمل فعلا هيعيش فتره طويله وهيعيش في وجدان كل الناس اللي بتيجي تحضر في المسرح. واتمنى اتمنى من كل قلبي ان ده ما يكونش اخر عرض، مش فكره ان احنا نعمله مع بعض. فكرة ان كل الفنانين الكبار زي ما عمل الدكتور يحيى الفخراني وزي ما بيعمل الاستاذ لطفي لبيب، كل الفنانين الكبار يرجعوا يفتحوا المسارح تاني، يرجعوا يعملوا عروض في كل محافظات مصر. وده دور موجود على وزارة الثقافة وعلى دار الاوبرا المصرية وعلى البيت الفني للمسرح وعلى كل حد فعلا شايف نفسه ان هو مثقف وعنده رسالة وبيحب البلد دي وعايز البلد دي ترجع تقف على رجليها، لان لازم مصر تستعيد دورها الثقافي المعهود طول السنين. والاهل اللي كمان لازم يدوا فرصه لاولادهم الموهبه يطلعوا كل اللي جواهم، لان لو ما كانش هيطلع هيكبت الموهبه اللي جواه ديت، هتبقى حاجه صعبه جدا. وبالنسبه لنا احنا بنطلع فن محترم، ولازم نثبت للناس ان الوسط الفني زي ما في وحش فيه حلو ومحترم، وده اللي لازم يخلينا احنا موجودين. الوحش في الوسط الفني على فكره نسبته اقل من اي وسط تاني. ده الحقيقه، بس هو مفضوح اكتر. مفضوح. مفضوح لانه يعني على عجباني الجمله. انا بستفيد خاصه كل في الايام الاخيره في الزمن الاخير بدات اقنعه تسقط كثيرا. ايوه يعني في كل الاتجاهات. عايز اقول حاجه يا استاذ خيري، فبقى كانها زي ما بيقولوا ولا الوسط الفني. لا لا، بس طول عمره كده. اصل هو كمان اصل حكايه الوسط الفني دي هي بدات من زمان قوي، لما كانوا بيعملوا فضايح مخصوص عشان يروجوا للافلام. أيوة. يعني كانت تتعمل يقولوا ده فلان حب فلانه، ده اتجوز على مش عارف ايه، وده كله معقول، والممثل والممثله اللي بيقولوا بيحبوا بعض دول بيكرهوا بعض عامه، مش طايقين بعض، مش طايقين بعض، بس مثلوا مع بعض. فدي لكن هو الحقيقه يعني انا بعد عمري ده كله اقول لك من يعني اطيب ناس وارقى ومكشوفين كمان اللي بيمثلوا بجد، ولا المنسوبين على الوسط الفني؟ لا، هو اللي بيمثلوا بجد. ما فيش ممثل على فكره كويس يعني تلاقيه يعرف يمثل في حياته ابدا. يعني في حياته الطبيعيه يبقى مفضوح جدا، مكشوف تماما، لانه بيبقى احساسه طالع يعني على طول يعني. لكن هو وقع الامر ان فعلا الوسط ده اقل
نسبة الفساد فيه قليلة جدا كشخص. ما عرفش الفساد اللي تقصده يا دكتور يحيى، بس هي فرصة عشان اتكلم عن القيمة. طب حجم القيمة اللي بتتقدم ايه؟ يعني طبعا هي عمل متكامل او الاعمال الفنية ده. طب عشان عشان يبقى الحكاية اصلها اول ما تلاقي الدكتور قلع النظاره انا يبقى اتمزج، تعرف ان في موضوع ايوه انا هقلع قصاده علشان اسمع كبير. هي الحكايه ما بتنفصلش عن المجتمع. يعني لما بيبقى فيه يعني في فنون بتاعه الزمن المنحدر، نعم، اقتصاديا وسياسيا، وسياسيا في المقام الاول ازمنه الانحطاط، انحطاط فعلا، تلاقي فنون طلعت ونبغت قوي، والفنان اللي اي كلام يطلع ويفرقع ويعمل سكور جامد جدا لكن بيقع وبيخلص على طول. الدنيا لما بتبقى كويسة في العموم سياسيا واقتصاديا وكده هتلاقي اعمال قيمة جدا لوحدها هي بتطلع، لان هو انت ما تقدرش تتكلم انت كونفوشيوس والناس مش فاهماك. لازم حوار، الناس لازم تبقى واعية وعايزة. عشان كده لما في الأول خالص بقول لك فرحت والقادم أحسن، يوم لقيت المسرح بيعمل كومبليهات كده الناس عايزة إيه. أنا في وقت من الأوقات ما بقتش مصدق السنوات اللي كان فيها الإخوان، قلت طب يعني هو يعني بقيت محبط لدرجة قلت الله لا ده أنا أكذوبة شخصيا بقى، الناس مش ممكن تكون بتحبني، لان طب انا ما انا فكري مش كده، طب ازاي نجحوا الناس دي؟ مش ده الجمهور بتاع اللي انا بشتغل عليه العمر ده كله؟ لا لا دي كانت فيك، ما كانتش حقيقي، لكن الحمد لله عشان كده بسرعه عشان كده بسرعه ما طيب هل الجمهور اللي بيجي يملى المسرح وبيحجز لعشر ايام قدام وبلا دعايه سألنا. يبقى دي رغبه حقيقيه ان هم يشوفوا فن، ان هم يستمتعوا. هل ده كان ينفع مع المتزمتين والمدعين دينيا وديك شايف الناس اللي بتيجي حتى ناس محترمه وبتحضر ازاي خصوص من العائلات وتقابل شباب وزوجاتهم صغيرين حابين العرض طبعا. استاذ خيري، نعم، احنا محتاجين وزير ثقافه واحنا في صدد التشكيل الجديد يكون له رؤيه ثقافيه، يعمل مسرح. المسارح اللي حضرتك اللي كان بيدعو عليها بيدعو إليها الأستاذ منسي أنديل موجودة أوريدي في المسارح كلها، موجودة في المحافظات كلها. إنما الصعيد على سبيل المثال لم يقدم عرض مسرحي من ساعة مسافر عادل إمام أسيوط، نعم، لم يقدم عرض مسرحي. أي وزير جديد أو من اللي جم ومن مفيش رؤية، مفيش احنا هنعمل مسرح شكله ايه، هنعمل ثقافة، لان اللي بيتباكوا على مسرح الستينات حضرتك كان في مناخ عام، كان في حاجة اسمها روائع المسرح العالمي، سلسلة مطبوعات، كان في روائع المسرح العربي، كان في مجلة ابداع، كان في مجلة الطليعة، كان في مجلة المسرح، فكان في مناخ عام. هو كان سياسيا في مشروع امل يعني. في امل بالظبط، كان عندك مشروع سياسي باين. احنا محتاجين رؤيه. لا هي من غير رؤيه على فكره، من غير رؤيه ما ينفعش، والله العظيم من غير رؤيه هي لا. هتلاقيها بما ان في امل في الايام القادمه وفي بوادر. ما انا بحسبها ازاي؟ انا مش بحسبها بالناتج دلوقتي، لكن في حاجات بتحصل بتقول لك والله الزمن القادم احسن يا دكتور. سبب الخير اللي في الارض دي إيه؟ سبب الخير اللي في الارض ايوه، مثلا البلد دي مليانه خير. لا أيوة. ما اقصدش بس لا الغاز. لا مش الغاز، لا 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 البشر البشر دول ما بيخلصوش. لا وحتى يعني حركه يعني الحاجات الفساد والحاجات اللي بتظهر دي احسن من انها ما تظهرش. طبعا لا طبعا، ما انا مش مع الناس، انا شايف انه شيء ايجابي كل الحاجات دي. مسك وزير وتمسك أصله اي حد، يعني مهما كانت الحكومه ولا رئيس الجمهوريه وبتاع ناس كويسين،
لازم اللي هيقوم البلد دي الناس، الشعب. صحيح. الشعب انا اتفضل انا اسف. الشعب لازم هو اللي خلاص ياخد الخطوات دي. دي هتيجي شويه بشويه. 100%. عايز تسالني؟ عايز اسال حضرتك سؤال. اسالني يا فندم. هل تعتقد ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ممكن يجي مسرح؟ لا اعتقد. لا تعتقد؟ اتمنى انه يجي بس لا اعتقد. لكن انا اتمنى، انا دعيته انه يحضر عروض مسرحيه قبل كده كانت مهمه. ليه انا بقول لك هذا السؤال؟ اولا هيبعت رساله طمانينه للخارج طبعاً. بشان السياحه هيبعت رساله حضاريه بشكل الحضاره المصريه اللي بره ما يعرفوهاش، هيدي دفعه امل للمسرح وللفن كل هذه وللشباب و و و و و الى اخره. بنوجه له الدعوه على الهواء سيد رئيس الجمهورية، نجوم مسرحية ليلة من ألف ليلة، بيضع حضرتك انك تشرف وتحضر العرض، وتكون دي مبادرة ان احنا نفتح ال 550 قصر ثقافة اللي موجودين في مصر. ولما يبقى رئيسنا مهتم بالثقافة وبالفنون بالظبط كده ان الناس هتهتم بالثقافة والفنون. يا استاذ خالي يعني لم يقم المسرح في مصر الا تحت رعاية الحكومة، ولم ينهار المسرح في مصر الا على يد الحكومة. انا بأيد الكلام ده جدا، يعني فكره ان اذا في مشروع قومي ليه علاقه مثلا قناه السويس، قناه السويس القديمه وفي قناه السويس الجديده. قناه السويس القديمه دي جدي وجدك وجد دكتور يحيى وجد استاذ لا والدي بس كلنا هم اللي حفروها بعدين، احنا عارفين الكلام ده كويس، يعني احنا اللي حفرنا قناه السويس دي بايدينا. صحيح. ولما جينا نعمل القناه الجديده احنا اللي رحنا اشترينا الاسهم ودفعنا الفلوس دي، يعني برضو الشعب المصري هو اللي عمل ده. وبالتالي فانا بتكلم انه عايزين الفن يبقى فيه مشروع قومي ثقافي فني، مش عايزين. انا برضو حابب اتكلم في موضوع وزير الثقافة دي، لان دي حاجة بشكل شخصي بالنسبة لي انا حاجة مضايقاني جدا، ان احنا كل كام شهر ولا كل كام سنة نغير وزير. يعني يا اما الوزير يجي يقعد حاجة وعشرين سنة، يا اما الوزير يجي يقعد شهرين ويمشي. طب نعمل ايه؟ عايزين وزير يبقى عنده مشروع، يعني ست اشهر ويغير كده عشان ما نزهقش. عنده رؤية، يبقى في كل حاجة بقى مش في الوزير بس. قصدك ايه؟ لا مش قصدي حاجة خالص. طيب. انت عايز تركبني الغلط من اول الحلقة. انا بكلمك بكل صراحة، بقول لك يعني انا يعني عايز اوصل احساسي بشكل مباشر جدا. احنا واقفين هنا في المسرح بنقدم فن وبنقدم رسالة، ودي احنا حاسين ان احنا زينا زي الجندي اللي واقف على الحدود بجد وبكل امانة. عجبني التعبير من ساعة ما قلت والله يا محمد. عايزين مشروع فعلا قومي الناس كلها تلتف عليه. احنا هنا في القاهره، احنا هنا في وسط البلد، فالناس سهل ان هي تيجي تحضر. عايزين يكون في اسكندريه، عايزين يكون في البحيره والصعيد والبحري. احنا عندنا قصور ثقافه كتيره جدا. انا في فتره من الفترات كنت عضو في المجلس الاعلى للثقافه في لجنه الشباب، كنت دايما بقعد اقول الكلام ده. حضرت 3 أو 4 اجتماعات وبعد كده ما قدرتش اروح، لانه كل الكلام اللي هيتقال بنفس الطريقه ملل بقى. يعني مفيش اي احنا عايزين فعلا. ليه مسرح السلام مقفول؟ ليه مسرح الجمهوريه مقفول؟ لا هو مسرح الجمهوريه تبع الاوبرا شغال، ومسرح السلام شغال دلوقتي عليه عرض. شغال حفلات موسيقيه ولا مسرح؟ مسرح. فكره المشروع القومي، فكره المشروع القومي اللي تلتف حواليه الامه. عايزين فعلا مشروع ثقافي قومي يرجع الرياده لمصر تاني، لان هو ده اللي هيجيب السياحه، هو ده اللي هي كل حاجه هتظبط. والله العظيم لو الرئيس جه حضر العرض لا هتلاقي كل المفكرين واللي ما كانش بيفكر بقى مفكر، وهتطرح الافكار وهتطرح الخطط وهتتفتح المسارح. مزيد من الطمانينه للسيد الرئيس. نحن نقدم ما يليق وما يوافق مجتمعنا وما يبني. هي دي صعبه عليها، اتفرج عليكم مرتين قبل ما يجي. المسرحيه هتروح له لحد هناك. انت قلقان ليه؟ انت فاهم غلط. كويس. ايوه هو مطمئن من ناحيه كبيره، يعني هو اللي من كام يوم وفي وسط ناس وشعبه هيبقى مطمئن. لما الدكتور ابراهيم محلب مهندس ابراهيم محلب جه حضر العرض. لا ده جه يقطع تذكره هو ومراته. حضر ووقف في الشباك وكان عايز يدخل عادي واستخبى. عرفت كانت مبادره لطيفه منه جدا، وكانت اشاره حلوه. صحيح. لاهتمام رئيس الحكومه بالفن. بالظبط. طب قبل ما اسمع من جمهورنا اذا حب يشارك معانا في الحوار، ممكن نسمع منكم تدفونا شويه؟
اللي انت كنت عايزينها. يلا بينا نطلع الجمهور ده كله هنا وهنغني بلادي مع بعض. نغني فكره بلادي دي حلوه هنختم بيها. طب احنا مش عايزين برضو عشان احنا انا عايز اقترح عليك اقتراح عشان خاطري هرجع لهم واسمعهم. ما اصل الجمهور برضو عايز ينام صدقني. لا مش عايز ينام ده انا بفوقهم قبل الاسئله فعلا. ما تهربش. طيب نغني ايه يا هبه؟ يلا بلادي. لا بلادي هنختم بيها بتاعت احمد صدقي. لا مايك خليه معاكي انا. نغني يا ست غنيها يلا وانا معاك. لا ابدا وانا هساعدك. قاسيت ولا حد قاسى قد ما قاسيت. قبل ما انسى بس ده لحن من الحان احمد صدقي برضو اللي هو لحن كل الالحان اللي احنا بنغنيها في مسرحيه ليله من الف ليله. قاسيت ولا حد قاسى قد ما قاسيت لكن نسيت ما جرالي لما انا حبيت. قاسيت ولا حد قاسى قد ما قاسيت لكن نسيت ما جرالي لما انا حبيت. من غير حب الدنيا دي ايه؟ من غير حب نعيش على ايه؟ من غير حب الدنيا دي ايه؟ ايه من غير حب نعيش على ايه؟ ايه اللي موافقه هواه يا هنا واللي ما حبش قلبي عليه. اللي موافقه هوا يا هنا واللي ما حبش قلبي عليه. من غير حب الدنيا دي ايه. الله 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 الله. هبة نعم. يلا نعمين. يلا يلا غني حاجه. هتغني لنا ايه؟ غني ماليش امل. ايه رايك؟ ممكن اغني برضو اصل الاغنيه دي غنتها سعاد محمد وانا من عشاق سعاد محمد فهو سخني على المقامات الصعبه بتاعت سعاد محمد. بقى عايز تنساني ترارارارا وتزود حرماني. بقى عايز تنساني وتزود حرماني. طب انسى وانا حنسى. طب انسى وانا حنسى. انا مش هرجع لك تاني. انا مش هرجع لك تاني. الله الله الله.